وزيرة التجارة والصناعة والسياحة عن نتائج الأعمال التي تمخضت عنها اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وضعية السوق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتثبيت أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت تذبذبا خلال الأيام الماضية. جاء ذلك خلال نقطة صحفية عقدتها السيدة الوزيرة مساء اليوم، بينت فيها بالأرقام والبيانات نماذج من الأسعار التوافقية التي أصبحت ملزمة لجميع الباعة بالجملة والتقسيط. ندعوكم فيما يلي لمتابعة كلمة الوزيرة. في البداية أريد أن أؤكد أن كلمتي هذه ليست خطابا سياسيا، وإنما هو حق للمواطنين علينا كحكومة أن نوضح ونقف على ما يجري من اضطرابات في الأسواق الدولية وما لها من انعكاسات على السوق المحلي. وحتى أكون أمينة باللفظ في التقرير أو البيان الذي عكفت عليه اللجنة الوزارية التي أمر بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على أن تنظر وتقترح الحلول الملائمة، اسمحوا لي أن أقرأ هذا البيان. على إثر الارتفاعات الدولية التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة، قامت الحكومة بإرشاد من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بالتحرك على مستويات عدة لتطويق الارتفاعات. وفور حصول ذلك استنفرت الوزارة طواقم التفتيش والمتابعة في الإدارات المعنية للوقوف على حقيقة الوضع والتحقق من أنه لم تقع تجاوزات ضمن الحيز القانوني لنشاطها كالتواطؤ والاحتكار وغيرها من طرق التلاعب غير القانوني بالأسعار. وقمنا منذ اليوم الأول بالاتصال بالموردين لاستجلاء الأمر، وعقدنا عدة اجتماعات موسعة معهم طالبناهم فيها بتقديم البيانات والوثائق الثبوتية حول كافة العناصر التي تدخل في تحديد الأسعار، ومن بين النتائج التي تحققت تثبيت أسعار الألبان، وقد رفعنا التقارير بذلك إلى الجهات المعنية. وقد أصدر فخامة رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الماضي أوامره بإيجاد حل سريع للوضعية، وتم تشكيل لجنة وزارية من وزير الاقتصاد ووزير المالية ووزير الطاقة ووزير الصيد البحري ووزير التنمية الريفية ووزير النقل ووزيرة التجارة ومحافظ البنك المركزي ومفوض حقوق مفوض الأمن الغذائي ومستشار فخامة الرئيس، وبتكليف واضح وجازم يقضي بإيجاد حل في نفس اليوم. وفي اليوم الموالي لاجتماع مجلس وزراء عكفت اللجنة الوزارية على دراسة الوضعية، وتم استعراض البيانات المتعلقة بالأسعار على المستوى العالمي والتي تقدمت بها مختلف القطاعات المعنية. وبعد مقارنة وتحليل تقرر العمل على محورين، أحدهما يتعلق بجميع البيانات من مختلف المصادر المحلية والعالمية المتاحة، وذلك للتمكين بداية من الإجابة الواثقة على السؤال: هل الوضعية الحالية والتي يذهب البعض إلى اعتبارها أزمة هي مبررة أو مفتعلة وافتراضية؟ وأنشئت لجنة من الخبراء كلفت باستكمال جميع المعلومات والبيانات واستخلاص معطيات يمكن الركون إليها في هذا السياق. وتمثل المحور الثاني في دعوة الموردين للتشاور ومحاولة إيجاد حل توافقي يمكن من تجاوز الظرفية الحالية. اتضح من دراسة المعطيات والوثائق أن الوضعية الحالية جاءت متزامنة مع أزمة في الأسواق العالمية. تقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن أسعار المواد الغذائية بلغت خلالها مستوى من الارتفاع لم يسبق أن بلغه منذ 2014. وبالمقارنة مع دول الجوار تبين أيضا أن أسعار المواد الغذائية في هذه البلدان أعلى مما هي عليه في بلادنا. وكمثال على ذلك فإن لتر الزيت والذي يباع اليوم
في السوق المحلي ب 500 أوقية قديمة أي 50 أوقية جديدة، يتراوح سعره في دول الجوار كلها ما بين 52.7 أوقية جديدة و 62 أوقية جديدة. وفي المحور الثاني توصلنا من الموردين على أساس تدقيق في المعطيات إلى تحديد أسعار توافقية ملزمة لجميع الباعة، سيتعرض المخالفين لها للعقوبات. وتلك الأسعار التوافقية هي كالتالي: الزيت 860 أوقية جديدة للقنينة الواحدة من فئة 20 لترا بالبيع بالجملة، 870 أوقية جديدة للقنينة الواحدة من فئة 20 لتر في البيع بنصف الجملة، 47 أوقية جديدة للتر الواحد في البيع بالتجزئة. السكر 18900 أوقية جديدة للطن في البيع بالجملة، 19200 أوقية جديدة للطن في البيع بنصف الجملة، و23 أوقية جديدة لكل كيلوغرام في بيع التجزئة. القمح 11800 أوقية جديدة للطن في البيع بالجملة، 12100 أوقية جديدة للطن في البيع بنصف الجملة، 14.5 أوقية جديدة للكيلوغرام الواحد في البيع بالتجزئة. الأرز الطويل في روسو وكي هيجي 26.500 أوقية جديدة للطن في البيع بالجملة، و27 أوقية جديدة للكيلوغرام الواحد في التجزئة. في نواكشوط 27100 أوقية جديدة للطن للبيع في الجملة، و28 أوقية جديدة للبيع للكيلوغرام الواحد في التجزئة. الأرز المكسر في كيهيدي وروسو 27500 أوقية جديدة للطن في البيع بالجملة، و28 أوقية جديدة للكيلوغرام للبيع في التجزئة. نواكشوط 28100 أوقية جديدة للطن للبيع في الجملة، و 29.1 أوقية جديدة للكيلوغرام للبيع بالتجزئة. في المحصلة يمكن تلخيص نتائج أعمال اللجنة الوزارية فيما يلي، علما أنها مجرد بداية: نتائج فورية تتمثل في التخفيضات الأولية للأسعار والتي سنعمل على أن تتواصل، استحداث آلية للتشاور المستمر بين الدولة والموردين حول مسألة أسعار المواد الغذائية، الشروع في إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات الأسعار والمضاربات بإعلانها منتجات استراتيجية تتولى الدولة تنظيم سعرها، التوجه إلى تفعيل لجنة مراقبة السوق. وتكمن أهمية هذه الإجراءات علاوة على نتائجها الميدانية في كونها تضع البلاد على سكة جديدة تفضي إلى مزيد من حضور الدولة لحماية المواطن، وهو هم ما فتئ رئيس الجمهورية يعبر عنه بالأفعال قبل الأقوال. وهناك نتائج قصيرة ومتوسطة المدى ذات طابع بنيوي تهدف إلى استكمال الإطار القانوني والمؤسسي وإلى تنمية القدرات لتمكين القطاع من الاطلاع بالمهام الجسيمة الموكلة إليه. وتعزيزا لهذا التوجه، أصدر فخامة رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ التدابير اللازمة لدعم الفئات الهشة والعمل على تخفيف الانعكاسات السلبية للظرفية الدولية، وسيتم بموجب تلك التعليمات إطلاق عملية لتموين دكاكين أمل البالغ عددها 302 دكان في نواكشوط و1424 في الداخل بالمواد الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر والقمح، وقد بدأت العملية بالفعل. قيام وكالة تآزر بدءا من يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021 بتوزيعات مجانية وتحويلات نقدية مباشرة لصالح 210,000 أسرة محتاجة يبلغ عدد أفرادها 1,460,000
و308 مواطن موزعين على 8119 بلدة في الداخل، وبتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات أوقية قديمة، أي 500 مليون أوقية جديدة. ومع بداية شهر فبراير القادم ستقوم مفوضية الأمن الغذائي بتوزيعات مجانية للمواد الغذائية الأساسية تستفيد منها 230 ألف أسرة. إننا واثقون من أن هذه العناصر المتضافرة ستمكن من تجاوز الوضعية الحالية، وستزيد مستقبلا من قدرتنا على مواجهة أي طارئ. ومهما يكن من أمر، فإن الدولة ماضية في تنظيم السوق واتخاذ كل ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولديمومة تموين السوق الوطني بالمواد الضرورية وذات الجودة، ولن تتردد في سبيل ذلك في اتخاذ أي خطوات مناسبة مع احترام قواعد المنافسة وحرية السوق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعنا مباشرة للحديث حول هذا الموضوع السيد محمد سالم والماه مدير المنافسة وتنظيم